ايه يا عم؟ مش لايق عليك جو الاكتئاب ده؟ يلا قوم فرفش كده وننزل نشرب حجرين شيش على القهوه ونلعب بولت استيميشن. بعدين الاوضه جواها مكمكم قوي يعني، يلا قوم شم هوا نضيف بقى. انا هقعد اكلم نفسي كده كتير وهوه ولا ايه؟ بقول لك ايه، لو ما ردتش عليا انا هقوم امشي. هي بقت كده؟ ماشي. على فكره بقى انا مش هزعل، وعايز اقول لك بقى على حاجه مهمه، الداخليه هي اللي خسرانه، هيلاقوا فين ظابط زي الفل زيك كده. طعم لا يا اخويا، ورفضوني مفضيحه كمان، كل الناس زمانها شمتانه فيا دلوقتي. يا عم فضيحه ايه وناس مين؟ الناس بتنسى بسرعه. وبعدين بصراحه بقى الموضوع ده جه مصلحه ليا، انت كنت كابس على نفسي والاسم صاحبك، كل شويه تقول لي ما تبيعش شرايط سيكو سيكو من ام 5 جنيه، ما تشربش حشيش، ما تشقطش بنات، كنت محسسني يا عم اني كنت في الجيش. بصراحه بقى كده اريح لي. ريم على التليفون يا حبيبي. قولي لها نايم يا ماما. نايم ده ايه؟ البنت السادس مره تكلمك، قوم كلمها. انا نايم يا ماما، وتفضلي بقى اقفلي الباب وراك. وهي ريم ذنبها ايه يا عم؟ ما تقوم ترد عليها. ايمن انا مش ناقصك، عايز تقعد تقعد ساكت، مش قادر اتفضل باب يفوت جمل. يفوت جمل؟ برضه مش هزعل. إنه في تمام الساعة الثانية ظهرا فتح محضر وذلك في يوم. أنا عايز أقول حاجة سعادتك يا باشا. باشا يالا الواد باشا قاعد قدامك وما توديناش في داهية. أنا عايز أقول حاجة سعادتك يا باشا. عايز تقول إيه؟ عاوز أعترف على نفسي. باشا أنا سرقت ونهبت وعملت كل حاجة. أنا وحش أوي سعادتك. يا ابني هو إحنا لسه فتحنا محضر علشان تعترف؟ وأنا كمان عايز أعترف يا باشا. أنا سرقت ونهبت وكمان سرقت سر شويبسي. انت هتهزر؟ لا يا باشا انا هعترف على واحده كانت معانا، وزه باشا، واسمها وزه وساكنه في تعوبه. باشا وزه دي سعادتك هي العقل المدبر بتاع كل حاجه يعني. احنا معترفين على نفسنا يا باشا. ده على اساس ان هي وزه فبتوزكم. ايه ده؟ الله ما شاء الله عليه، بشوش ما شاء الله قوي. دمك خفيف قوي يا باشا على فكره. انت اسمك ايه يا هلا؟ فطوط. فطوط. احنا هنكتب من اولها. لا باشا ده اسم سعادتك، بس لو مش عاجبك يعني عادي، ممكن حضرتك تختار لي اي اسم وانا موافق نغيره يعني وامضي على طول. انت مالك خايف كده ليه؟ انت تعرضت لاي مضايقات في الحجز؟ في الحجز؟ لا 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 سعادتك، ده بالعكس، ده الناس في الحجز كويسين جدا وناس محترمه قوي قوي يعني. دول اول ما نزلنا الحجز عملوا لنا حفله وتشريف على كيفك يعني. اصل الموضوع ده يا باشا، اصل بقى سيد خلاص التهمه لبسانا يا عم، اعترف على طول وخلصنا. عندك حق يا ملي. افتح محضر يا ابني. سين مالك يا واد يا منع، ما بتاكلش ليه؟ سيبي انا هاكلهم، امه تغيب تغيب وتيجي ترمي له لعبه وتمشي. يا وليه يا وليه، حرام عليك، ما مظبطاك ايه؟ انت يعني بتعملي حاجه ببلاش؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا ساتر يا رب. خليك يابا، انا هفتح. يا ساتر يا رب. مش بيت وزه مصعب؟ ايوه يا باشا، بيت وزه وانا ابوها يا باشا. خير؟ مطلوب القبض عليه فين؟ وزه مش انا يا باشا. امال فين يا شاطر؟ ما نعرفش يا باشا. في راجل محترم ما يبقاش عارف بنته فين يا باشا؟ من غير تجريح يا باشا. وبعدين وزه دي مش صغيره يا باشا، دي وزه كبيره ولا مؤاخذه مخلفه وعندها عيل اهو يا باشا. طب هتقول حد ما يبقى يفتكر بنته فين الراجل اللي اقصده ده؟ طب يا اخويا، وهو ذنبه ايه يا اخويا؟ المدام دي مش كده؟ ايوه. هاتوها دي كمان عشان تونسوا ويبقوا يفكروا وزه فين. اما يلا ده عيد. ايوه بابا، خد بالك من اخواتك. يلا حاضر يابا. خد بالك منهم. رايحين فين؟ بابا ايوه اللب، ايوه اللب، ما تنفعيني يا مدام ينوبك سواد، ما تاخدي مني ورطاس وانا ادعيلك على خلاك تعطي جدعون واجيبولك الارض في ثلاث عدات، ما تستقليش بيا يا مدام، ده يدع سره في اضعف خلقه. طب بلاش ادعيلك عليها يا ستي، نفعيني كده بدل ما انت تبلتي من كتر العياط. بتغري من هنا لطلعوا عليك. طلعوا عليا يا ستي ولا يهمك، المهم ان انت تنفعيني. ما تعصبنيش بقى، غري من قدام. طب والنعمه انت طيبه وزي العسل حتى وانت بتعيطي. اصل انت كده شكلك يعني مش بتاعه اذيه ولا هتمد ايدك عليا، وخصوصا يعني انت لما واخده كده واخده علقه سقع، واللي زيك لما بيحس بالظلم ما بيظلمش، ولا هتظلميني؟ انا مظلومه يا اختي خلقه، مش ناقصاكي خالص.
عارفه لو كنت كسفتيني وقلتي انت تظلميني كنت هدى عليك ان رجليك الاثنين يبقوا شمال تيجي تمشي كده لنفسك برضو مشيتي كده. يا فرج الله هبتدي تندعي يلا بقى حط ايدك في صدرك كده وطلعي ربع جنيه وانا ادي لك على الموكوسه ابن الموكوسه ده وصدقيني مش هتندمي. ماشي يا سوس. طب بذمتك بذمتك حد يبقى عنده العين الحلوه دي والوش ده ويعيط؟ انت عارفه انا لو عندي الوش ده يا لهوي ده انا كنت بقيت ولا ايه نجم من نجوم السينما وكانت الفلوس تجري ورايا بالكوم 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 بدل ما انا عماله اشحت من اليسوى واللي ما يسواش. صدقي انت بنت قلة الادب مين اللي ما يسواش؟ يا ستي ما انا قاعده جنبك من الصبح عماله اشحت ربع جنيه وانت مسقعالي. وانت بقى اللي ما ينفعكيش يبقى ما يسواش. يا ستي بتاخدي الكلام على نفسك ليه؟ انت ان شاء الله هتنفعيني انا بتكلم على اللي مش هينفعني هو ده اللي ما يسواش. فانت بقى بتحرجيني انا دب ايدي في جيبي عشان اديكي ها؟ بالظبط كده اسم الله عليكي. والله العظيم انت بنت نصاره. والله العظيم ده انت عسل وزي القمر وخساره جمالك ديت بقى في العياط اول نعمه زي ما بقول لك كده. يا سلام ما كانش حد غلب. بصي يا ستي في ناس كده بيبقى عندها نعمه مش حاسه بيها وانت بقى مش حاسه بنعمه جمالك. وتعملي ايه بقى لو عندك الجمال ده؟ هعمل اي حاجه اي حاجه ان شاء الله تشعلي المهم كده ابقى برنسيسه وبنت ناس. اي حاجه اي حاجه؟ ما حساني يعني ان انا كان عندي اختيار تاني. هعمل اي حاجه اي حاجه المهم ان انا يبقى معايا فلوس وعلى الاقل يعني هيبقى بمزاجي بدل ما يبقى بالغصبانيه. واذا كان بقى هو مش بالمزاج بالغصبانيه تعملي ايه؟ هديك القرطاس ده وعلى حسابي وتحكي لي حكايتك. يلا سامعك. ايه اتبسطت يا توحة؟ ايه رايك في البلد؟ البلد حلوه قوي بتفكرني بالبلد بتاعتي بالصعيد. امال مالك ساكتة ليه طول الطريق؟ ما نطقتيش ولا كلمة. خايفة يا عجب. خايفة قوي ومتلخبطة. خايفة. خايفة؟ توحة خايفة؟ وإيه؟ توحة يعني مش بني آدمة ولا إيه؟ لا. أنا عمري ما شفتك زي البني آدمين. أنتِ حاجة مختلفة. أنتِ حتى في الأوقات اللي المفروض تبقي فيها ضعيفة تبقي قوية. أنتِ اللي لخبطتيني. انت الوحيده اللي اشتغلتي الشغلانه دي وخلتيني احس انك احسن واحده في الدنيا. انت بتحبني يا عجوه؟ بص يا توحه انت اكيد عارفه اني واحد زي عدى عليه بنات كتير بحكم الشغلانه يعني بنات اشكال والوان حتى عند سرور في البيت كان في اللي بتلون واللي بتجر ناعم واللي وانا زي اي راجل طبيعي استجبت لكن حكم عشرتي مع الستات قدرت افرق ما بين كل واحده. انت ليكي طعم تاني يا توحه. كذا ست في بعض. انت حاجه كبيره قوي يا توحه.